النهاردة هنتكلم على رسائل تل العمارنة. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. رسائل تل العمارنة هي تعتبر بتعبر عن المراسلات المتبادلة اللي كان بتتم ما بين مصر وما بين ممالك الشرق الأدنى، واللي بتعبر على الدبلوماسية الدولية. طب ايه هي الشرق الأدنى دي؟ عشان بس لو محدش يعرفها، منطقة الشرق الأدنى هي منطقة كانت بتشمل العراق وسوريا والأناضول وبعض الدول الأخرى، تمام؟ فكان فيها ممالك بتتواصل مع مصر عن طريق الرسائل دي وبتعبر عن الدبلوماسية الدولية. طب واحد يقول لي يعني ما فيش دبلوماسية دولية كانت قبل كده؟ اقول له لا، كان موجود بس ما كانتش بالشكل المتسع اللي هي عن طريق رسائل تل العمارنة. رسائل تل العمارنة تم اكتشافها بالصدفة فلاحة مصرية بسيطة جدا كانت بتحفر، فاكتشفت الرسائل دي بالصدفة. خدت الرسائل دي، الكلام ده كان سنة 1887. طبعا كانت الرسائل دي معايا، مش عارفة ان دي اثار. فالمهم جارها كان موجود، وهو جارها اصلا تاجر اثار، شاف الرسائل دي خدها منها وادى 10 قروش مقابل ايه رسائل عمارنة دي. طبعا التجار اثار كانوا يبيعوا الاثار دي في سوق الاثار، لان ما كانش فيه بقى الرقابة، ما كانش فيه الوعي بالاثر والادراك بالاثر والى اخره. فبدأ يبيع الرسائل دي. العلماء او الباحثين جم قالوا دي مزيفة مش حقيقية، احنا مش مقتنعين دي اثار اصلا، ومش مقتنعين دي ايه، ومش فاهمين، قالوا دي مزيفة. وفضلوا على الحال ده لحد ما حصلت اكتشافات اثرية في منطقة الشرق الادنى، واكتشفوا نصوص كانت موجودة في الشرق الأدنى مطابقة لنفس النصوص اللي موجودة في رسائل تل العمارنة. تمام، تل العمارنة طبعا هي منطقة مدينة موجودة في المنيا، اللي هي كانت عاصمة إخناتون، اللي هي كانت بالهيروغليف اسمها أخيتاتون. فأول ما اكتشفوا ان النصوص اللي في الشرق الأدنى مطابقة تماما لنفس نصوص العمارنة، لا رجعوا بقى وبدأوا يعملوا الحفاير واكتشفوا الرسائل دي اكتر واكتر، لحد ما وصل عدد الرسائل لحد دلوقتي 382 رسالة. رسائل العمارنة هي مش مكتوبة على ورق بردي ولا حجر، لا دي مكتوبة على ألواح من الطين، وهي كانت بتعاصر 3 ملوك مصريين: الملك إمنحوتب الثالث من الأسرة الـ18، الملك إخناتون من الأسرة الـ18 برضو، والملك توت عنخ آمون من الأسرة الـ18. رسائل عمارنة طبعا كانت مكتوبة بإيه؟ مكتوبة باللغة الأكادية الخط المسماري. يعني إيه اللغة الأكادية دي؟ لغة موجودة كان بينطق بيها منطقة الشرق الأدنى، زي مثلا ما أقول اللغة المصرية الخط الهيروغليفي. فالرسائل دي كانت مكتوبة باللغة الأكادية الخط المسماري. طب ليه؟ اشمعنى؟ هقول له لان دي كانت هي اللغه الدبلوماسيه في الوقت ده، لان الشرق الادنى كانت بتمثل في الوقت ده زي قوه عظمى، طبعا غير الدوله المصريه، لكن هي كانت تعتبر قوه عظمى كبيره، فكانت ليها. وطبعا ممالك الشرق الادنى كانوا بيتكلموا اللغه دي بشكل طبعا واضح جدا، فعشان كده كانت الرسائل كانت بالايه، باللغه الاكاديه. رسائل تل عمارنة هي بتتقسم عندنا لـ3 مجاميع. المجموعة الأولى بتشمل مراسلات دولية ما بين ملك وملك، يعني ما بين مثلا ملك بابلي لملك مصري، مراسلات بتتم ما بين أتباع لملك، يعني مثلا نواب أو أتباع تبع الحاكم المصري بيبعتوا له رسائل. رقم 3، المجموعة الثالثة كانت بتشمل وثائق لتدريب الطلاب، ودي هنوضحها يعني. طب الموضوعات اللي كانت بتشمل تل العمارنة كانت موضوعات كتير جدا، اهمها اللي كان بيشمله الزواج الدبلوماسي ما بين الزواج، مثلا يعني ملك مثلا يتجوز بنت ملك تاني، طبعا الملك البابلي ما يتجوزش ابدا واحدة مصرية، وده حصل واترفض تماما، عمر ما المرأة المصرية تتجوز من بره، لكن الملك المصري يقدر يتجوز من بره، وده حصل كتير. طيب برضو من موضوعات برضو اللي هي توطيد العلاقات مع الدول التانية، والاشياء المتبادلة زي التجارة، الهدايا، ودايما الملوك الشرق الادنى كانوا يقولوا دايما للملوك المصري بعتولنا ذهب، بعتولنا ذهب، بعتولنا ذهب، لان الذهب عندكم زي التراب
وده هنوضحه بعد كده لقدام. طيب من احنا قلنا الرسائل بتتقال عملنا لثلاث مجموعات مراسلات، اول حاجة ما بين ملك وملك. بالنسبة للمراسلات اللي كانت بتتم ما بين ملك وملك، كان الملك مثلا البابلي يبعت رسالة للملك المصري، يبعتها له بالصيغة ازاي، يقول له من الملك العظيم فلان ملك بابل الى الملك العظيم فلان ملك مصر، اخوك بخير وعائلته بخير وعائلة بخير، يعني بيطمنوا اول حاجة على حاله، اللي انا بخير ومعرفش بخير وعربياتي بخير واسلحتي بخير الى اخره. بعد كده يقول له اتمنى ان يكون اخي بخير وعائلته بخير وزوجته مش عارف بخير الى اخره، ويطمن عليه. بعد كده يخش في اطار الموضوع يقول له ابعث لنا ذهبا مثلا. فالرسالة كانت مضمونها بالمساواة ما بين القوتين، اللي هو يقوله من الملك العظيم الى الملك العظيم اخي واخي، يبقى كانت بتتم في الاطار ده اللي هو كتساوي في القوة. طيب لو احنا هنمشيها على تساوي في القوة، الافضلية كانت ترجع للدولة المصرية مش ترجع لممالك الشرق الادنى. ليه؟ لان الدولة المصرية ما بتطلبش. يعني ايه؟ يعني ممالك الشرق الادنى دايما كانوا يبعتوا الرسائل، ويبعتوا الرسائل دي يطلبوا اغلبها الذهب، والدولة المصرية كانت عندها الاكتفاء الذاتي من اي حاجة تبعتها ممالك الشرق الادنى، لان احنا كان يعني اي حاجة تبعتها سواء هدايا احنا عندنا منها اكتفاء ذاتي، فاحنا مش محتاجين حاجة. هما دايما كانوا يبعتوا الرسائل علشان عايزين ذهب مننا، فكانت الافضلية للدولة المصرية. ده المجموعة الاولى اللي هي رسائل الايه من ملك لملك. المجموعة الثانية رسائل الاتباع للملك المصري، ودي بقى فيها سيرة الإذلال والخضوع والطاعة، يعني بيبعت له ويقول له بطريقة كده فيها إذلال وخضوع، يقول له إيه؟ إلى الملك سيدي شمسي إلهي الروح في جسدي كذا كذا من عبدك الذي هو التراب تحت قدميك. الصيغة فيها صيغة إسلال طبعا، لأنه مش هيقوله من أخوك لأخي، لأنه هنا مفيش مساواة، ده أنت مجرد نائب أو مجرد تابع للملك، فأنت بتبعت رسالة فيها نوع من الخضوع والطاعة. ودي أغلب الرسائل كان يبعتها الأتباع، كانت بتحتوي مثلا لو في صراع ما بين مقاطعات، لو في مثلا بيحكيله على الأمن الداخلي موجود، التجارة وهكذا. المجموعة الثالثة كان خاصة بتدريب الطلبة على الكتابة في المدارس القديمة، اللي هم زي يتدربوا على الخط المسمار ده اللي هي اللغة الأكادية، ودي حوالي فيها منها حوالي 32 رسالة، في حدود 32 رسالة. دي كانت مخصصة بشكل كبير جدا، الطلبة كانت تتدرب عليها وكانوا بيكتبوا عليها الملامح الأساطير الخاصة بالحضارات الأخرى. فكان في كمان مش مجرد كان يتبعت رسالة ورسالة كده، لأ ده كان في تدريب على الرسائل كمان. طب من ضمن اللي ظهر في رسائل تل العمارنة، ظهر عندنا أقدم قاموس في العالم. أقدم قاموس في العالم إزاي؟ يعني زي قاموس الإنجليش كده، اللي هو عندنا هنا أقدم قاموس في العالم بيقسم اللوحة الطينية، بيكتب فيها مثلا الكلمة المصرية يقابلها الكلمة بتاعتها بالخط المسماري. وعايز أقول حاجة، إن الدولة المصرية ما كان بتجيلها الرسائل بالخط المسماري، كان بيبقى فيه المترجمين، الرسائل دي بتخش المكان اسمه مكان المراسلات الملكية، اللي هو الارشيف، اللي هو ارشيف الترجمة، بيبقى فيه المترجمين والكتب بعدين بيترجموا الكلام ده ويعملوا نسخة بالخط الهيروغليفي. يعني هما مش بيسيبوها كده وياخدوها كده ويقولوها للملك ويمشوا، لا ده ياخدوها يترجموها بالخط الهيروغليفي وتبقى عندهم نسخة تانية بالخط الهيروغليفي. اغلب رسائل العمارنة اللي موجودة طبعا هي رسائل، احنا قلنا 382 رسالة، وما طبعا كلهم مش موجودين في مصر وده الطبيعي، وما طبعا اللي موجود في المتحف المصري حوالي 50 رسالة، والباقي طبعا متوزع على متاحف العالم. طب بالنسبة للرسائل دي، يعني عايز اقول ان الدولة المصرية بعتت حوالي 10 رسائل بس لممالك الشرق الادنى، مقابل ان ممالك الشرق الادنى هم اللي كانوا بعتين اغلب الرسائل. طب واحد يقول لي يعني ايه السبب، ايه ممكن يعني السبب؟ في احدى المؤرخين ذكر في كتابه يقولك ان كان صعب التدوين ساعتها، وخاصة بالخط المسمار اللغة الاكادية،
في نفس الوقت ان كان الرسائل الشفهية بتبقى اسرع، يعني الرسائل الشفهية بعته الرسول يقول الرسالة والى اخره. بس انا باعتقادي ان الكلام ده لا، ان الدولة المصرية، لان الدولة المصرية ما بتطلبش، لان الدولة المصرية زي ما قلت عندها الاكتفاء الذاتي، عندها نوع من الاستقرار، نوع من الرفاهية اللي موجودة في الدولة المصرية، مش محتاجة حاجة من ممالك تانية. الا لو العشر رسائل كانت بعضها ايه، يا اما بيرد على ملك عشان حصل حاجة فبيرد عليه، اما كان بيطلب منه الزواج الدبلوماسي اللي هو مثلا يجوزه بنته عشان بس يوطط العلاقات اكتر مع الممالك التانية. وده غير كده، يعني عندنا مثلا في رسائل مثلا من احدى الملوك المبليين بيبعت رسالة للملك من حوطي التالت بيقول له انا عايز ذهب لان الذهب عندكم زي التراب، وبيقول له ابعت لي ذهب كتير لان اللي انت بعته ذهب قليل جدا، لان انا بعمل معبد وعايز المعبد بتعمله اغلبه الحاجات اللي فيه من الذهب، فبعت لي ذهب كتير لانك بعت لي قليل. ورسالة تانية من رسالة من احدى الملوك البابليين بيعاتب الملك اخناتون بيقول له ده انا كنت تعبان ومريض ما سألتش عليا ليه، لدرجة ان الرسول طبعا اللي بعت الرسالة قال له معلش لان المسافة ما بينك وما بين الدولة المصرية بعيدة، والملك اكيد الخبر ما وصلش الملك عشان كده ما سألش عنك. تمام، فبيقوله فمن ضمن وسط الرسائل قال له طب ابعت لي ذهب اكتر لانك بعت لي حاجة صغيرة جدا، ده والدك كان بيبعت لي كتير. فهم كل رسائلهم كانت بتتم يا اما كان يبعت لي الذهب الاكتر والزواج الدبلوماسي. طبعا احدى الملوك المبنيين طلب من الملك امنحوطي بالتالت قال له جوزني اميرة مصرية، الملك امنحوطي بالتالت رفض قال له لا انا ما بجوز بناتي ما بتطلعش بره، او امرأة ما اي امرأة مصرية خرجت بره. فدي كانت الرسائل اغلبها كانت بالشكل ده في مختلف الحاجات اللي موجودة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، يهمنا تعليقاتكم ارائكم تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.